الحمد لله قبل كل شيء صارت لي لونجاسيون في السكيو اليمين. الحمد لله توا كملت فترة الراحة الأولانية وباش نبدا ليسوا نتاعي والكورس إن شاء الله من هنا جمعتين 3 جمعات ماكسيموم واحد يبدا حاضر 100% إن شاء الله. 15 ماتش 12 ربح وثلاثة هزايم، كيفاش تحكم على مردود الترجي تلت للي الكل؟ والله بيان سور واحد راضي عن مردود ككل، صحيح بتاتر ماتش جرزيس هو اللي قلقنا شوية، كنا نجمو نخرجو بتروا بوان، ذاك اللي صار توا إن شاء الله نحضرو بالقدير الفاز روتور نتاعنا. عنا برشا مواعيد استناو فينا، عنا الكوب عنا الكاف وبيان سور روتور، إن شاء الله نكونو حاضرين 100% إن شاء الله.